طيب خلونا نروح لمحافظة الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، لأن في تنظيم مهرجان هناك هو مهرجان النحت على الرمال في دورته الأولى. المهرجان ده بيشارك فيه طلاب فنون جميلة في ثلاث جامعات، إسكندرية ومطروح وكمان دمياط. والمهرجان كان فرصة للطلاب إن هم يعملوا النحت بأشكال مختلفة يا جمانة تحديدا، ويكون في نوع من أنواع الإبداع للطلبة دول. طبعا يعني زي ما كنت اتكلم يا احمد، فكره النحت من كائنات بحريه، نحت لاشكال مختلفه من الكائنات البحريه والمومياوات في شكل ابداعي، هدفه الترويج للسياحه في بدايه الصيف. خلينا نتابع هذا التقرير. على إحدى شواطئ الإسكندرية تنافس فنانون وطلاب فنون جميلة لنحت أشكال مختلفة من الكائنات البحرية والمومياوات والقلاع في إطار أول نسخة من مهرجان النحت على الرمال. ويستخدم 13 فناناً وطالب فنون جميلة شاطئ السرايا العام كقاعدة لتصميم منحوتات رملية كبيرة بهدف الترويج للسياحة والاحتفال ببداية موسم الصيف. حلوة قوي وتجربة جديدة ومبسوطة، يعني إن هي أول مرة أعمل حاجة بالحجم ده، بس مش أول مرة أعمل على الرملة. يعني كنت بعمل في مطروح بس كانت حاجات صغيرة بسيطة يعني، بس هي جميلة واتبسطت إن أنا جيت بصراحة يعني شاركت في الموضوع. ويواجه الفنانون الذين يستخدمون الرملة والماء فقط في بناء منحوتاتهم صعوبات كثيرة لإتمام أعمالهم الفنية بسبب الأحوال الجوية. الرمل طبعاً فيه صعوبات كتير، إحنا مش هنعرف الهواء، المطر، الشمس، الرمل بينشف أصلاً، فكل شوية لازم نبله مية ونشتغل عليه من أول وجديد. بس حلوة تجربة، أنت منها عرفت طبيعة الخامة ومنها إن شاء الله يعني نجحنا في أننا نوصل لنتيجة كويسة. وشارك في المهرجان طلاب وأساتذة من جامعات الإسكندرية ومطروح ودمياط، وتم إعلان أسماء الفائزين في ختام المهرجان.